قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سيكلتون إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير وعلى مستوى نادر لم يشاهد مثله في التاريخ الحديث. وأضافت سيكلتون أنه لا يوجد طفل في غزة خال من الخوف والألم والجوع في ظل الحرب الدائرة. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التقديرات تشير لدفن أكثر من 7000 شخص تحت الأنقاض، بينهم عدد كبير من الأطفال، مما يرفع العدد الإجمالي للضحايا لأكثر من 100,000 شخص، بالإضافة إلى الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وأهليهم. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى أن ما لا يقل عن 17,000 طفل أصبحوا منفصلين عن والديهم، وأصبح كل الأطفال البالغ عددهم 1,200,000 بحاجة إلى المساعدة للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي.